السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أمثلة لمطالبات أو برومتس هنوجهه للارج لانجوج موديل أو شات جي بي تي جيميناي كاتب كل الموقع دي. طيب، نصيحة سريعة إن كل ما تكون أنت كاتب المشكلة بالتفصيل كل ما تكون المخرجات بشكل أفضل. فهنبدأ مثلا لو احنا عندنا أي مشكلة نبدأ إن احنا نسأله بشكل مفصل، يعني مثلا عايزين نعمل لنا نموذج تقييم. تعال نشوف هيعمل نموذج التقييم ده ازاي. هنروح هنا مثلا لجيميناي واديله البرومت يبدأ ان هو يعمل لي نموذج تقييم بالشكل الجميل دوت. تقدر ان انت تصدره لجدول اكسل لو انت عايز. طيب نشوف حاجة تانية، خطاب توصية. تمام، هنسميها مثلا سارة. وهنروح مثلا لجيميناي فعمل لي خطاب بشكل قوي جدا، بس لازم اقراه واتاكد. يعني هي كاتب هنا 101 مثلا، اقدر هي جايبه 102 او جايبه 98، فانت تصلح الكلام. يعني دي مجرد يعني تمبليت او قالب تبدا انت تشكله زي ما انت عايز. اهم مفاهيم خاطئه حول المتغيرات. طيب نجرب بقى شات جي بي تي. تمام، المتغيرات هي نفسها كلام ثابتة، دي عكس دي خالص. كل المتغيرات يجب ان تكون منها واحد، لا اما اعداد صحيحة لا اما سوس، لا اكيد كل حاجات مختلفة. فهو اداني حاجة ممكن ابدأ ان انا اشرحها للطلبة. طيب نبدأ نسأل جيميناي فيبدأ ان هو يسأل الدعاء والاثبات والحجة المنطقية وكل الكلام دوت. ممكن نديله بنص. تمام، ويبدأ ان هو مثلا احنا عندنا رسالة للايميل وانا مش عارف اكتب الايميل، فاقول له اكتب الايميل ده للمدير، فهياخد بقى الكلام ويبدأ ان هو يصيغه بشكل كويس جدا. بحيث ان الكتب فيها مشاكل فاحنا هنخليها نشوف ايه الحل بتاعتها. فالكلام اللي ما كانش منظم هو بقى ياخده وينظمه بشكل كويس. ماشي، في جالك ايميل ممكن تقول له لخص الايميل دوت، جالك ايميل ممكن تقول له رد على الايميل، فهو يجهز رد ويبدا يرد على الايميل. هتاخد الكلام كله كوبي بيست وتشوف هو يجاوب ازاي. تعال نغير. خمس اسئله للتامل، فجاب لك الأسئلة والإجابة. أسئلة تقييم، إيه الموضوع؟ مش كوبي بيست بس، لازم تقعد تقرأ وتأكد إن الكلام مظبوط وده اللي أنت عايزه ولا لأ. طيب عايز أقول له اكتب لي 25 فكرة 25 فكرة. تمام، اهمت افكار ابداعيه ومثيره للاهتمام. ممكن نقول له اعمل لي قائمه من 5 اسئله ولو اي واحده فيهم ممكن تقول له طب اكتبها لي بشكل جدول، فيبدا ان هو يشغلك بشكل جدول. هنا حط لي السؤال وحط لي الاجابات وعلم علامه صح على الحاجه الصح. كانت عيونهم تراقب ما يحدث، ما قريتش الروايه دي فما اقدرش. طيب ممكن نغيرها نشوف اي روايه كده احنا قريناها او موجوده. احنا عندنا كان سجين زندا، لا كنت دي مونت كريستو، ده اللي كان عندنا. طيب عندنا اجتماع، فانا مش عارف ايه اهم النقط اللي احنا ممكن نناقشها، فيبدا يجهز لي النقط، تاريخ الاجتماع والوقت والمكان والحضور وجدول الاعمال. تلخيص ملاحظات الاجتماع، ممكن في دلوقتي تطبيقات بتبقى موجوده معاك اثناء الاجتماع وبعد ما تخلص اوتوماتيك تبعت لك ايميل بالحاجات ديت.
فانا ممكن ابعت له اخد التسجيل بتاع الكلام كله كوبي بيست واديه له وهو يبدا ان هو يتعامل معاه. نكتب مثلا اديري خطه درس ممتعه مع الحد الادنى من اعداد المعلم لاضمحلال الشعاعي. فممكن اي درس انت تشرحه تستعين بالذكاء الاصطناعي، ممكن يجيب لك افكار، ممكن يقول لك مثال، ممكن يجيب لك حاجه من هنا من هنا، بس في الاخر انت اللي هتقف قدام الطلاب وانت اللي هتشرح للطلاب. المفروض في شرائح معينه، علامه تجاريه. تعال نسأل شات جي بي تي. سؤال اختبار. العمل دي بوقف وبعد كده ممكن اقول له ايه خد السؤال وجاوب، هيبدأ يقول لي انا واحدة فيهم اللي صح. طيب اكتب لي تعليق على بطاقة الطالب باستخدام اسمه، ممكن اديله جدول اكسل واقول له كل واحد من دول اكتب له الرسالة اللي ابعتها لولي الامر. خلي بالك ان احنا عايزين نستخدم الذكاء الاصطناعي مش في الابداع قد ما نستخدمه في الحاجات المملة، يعني لو حاجة انت بتكرهها تمام تبدأ ان انت تخلي الذكاء الاصطناعي يريحك من حاجة اللي انت ما بتحبهاش. ممكن واحد مثلا ما بيحبش يكتب ايميلات، تمام اكتب رد على البريد الالكتروني اللي بيقول كذا. امبارح مثلا كنت ببعت ايميل للشركة وكنت عايز اقول له مثلا بص انا ارفقت لك الملف اهوت، لا هو راح كاتب لي حاجه بشكل يعني بروفيشنال اكتر. طيب مهمتك تنفيذ الاجراء التالي، ممكن تديله نص وتبدا ان انت تخليه يترجمه، اي نص كده تاخده كوبي بيست وتقول له ترجم لي النص دوت. بس دي اهم الحاجات اللي احنا عايزين نتدرب عليها او نستخدم الذكاء الاصطناعي فيها.